كيف مشى؟ ذكرني يا أخي الحبيب في مسألة لا إله إلا الله والذكر عموما، تذكرت آية بس لن أطيل عليكم. من أعظم الآيات في الذكر، أنجوكم إخوتي المشاهدين المشاهدات والحضور، إن نسيتم شيء من هذه الجلسة لا تنسون هذه الآية. يقول سبحانه: اسمع العجاز، ما هي الرسالة؟ واسمع الاحتفاء بالذاكرين، فاذكروني أذكركم. اسمع التعليق، الدكتور عبد الله بالقاسم علق تعليقات اللي له موقع في تويتر في النماص، جزاه الله خير، مبدع، له كتابة إحاء القرآن وإحاء الوحي أو أفياء الوحي. من ضمن التعليقات، أنا لا أحفظ العبارة لكن سوف أذكر معناها، فاذكروني أذكركم. قال: إذا خشيت من التهميش والضياع ولا انتبه لك أحد ولا ذكرك أحد فاذكر الواحد الأحد. الله أكبر. وأنا أقول: إذا ما احتفلت بك وكالات الأنباء ولا الصحف ولا الجرائد ولا رأيت اسمك في نشرات الأخبار ولا في العناوين، فاذكره يذكرك سبحانه وتعالى. الله أكبر. إذا كنت منسي من الدعوات وما أرسلك بطاقات ونسوك من العزيمة ومن المهرجان، فاذكر الباري يذكرك، ثم ما عليك من أهل الدنيا كلهم فتكون أنت المشرف. الله أكبر. فاذكرون يذكركم. إن كنت في تحت شجرة أو في صخرة أو تحت صخرة أو في الصحراء أو في مغارة أو في البادية وما عندك أهل ولا أصحاب ولا أحباب، فاذكروني أذكركم، يذكرك سبحانه. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، يعني في نفس المقدسة يذكره سبحانه. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. طوبى للذاكرين، لا تنسون فاذكروني أذكركم. فاذكروني أذكركم، إذا ذكرته فأعرف أن الغموم سوف تنتهي، والهموم والأحزان وكل شيء، وسوف يكون سلوتك هذا الذكر، وهو طعامك وزادك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين. اللهم وأقول بالماسر: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. أهدي الإخوة هدية هذا اليوم، كان بن باز الشيخ رحمه الله سماحة الشيخ يكررها دائما في النصائح، أنا أرسلها هذه الليلة وكرروا احفظوها مني، وأنتم تعرفونها في الصحيحين. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 100 مرة، انتبهوا، 5 جوائز، انتبهوا، 5، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عادل 10 رقاب، كانوا يعتق 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان شيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل بأكثر ما عمل. رواه البخاري ومسلم. الله أكبر. الله يتقبل منك. 100 مرة. اسمعوا عيد الحديث، اسمعوا عيد الحديث، والجوائز 5، انتبهوا. لو لم يحصل، أقول لك، لو اشتغلت في حياتك بعد الفرائض بنشر هذا الحديث، سوف تكون إن شاء الله من السعداء في الفردوس الأعلى. يا كريم، هذا أعظم عمل ترى. صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: اللهم صل. من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 100 مرة، اسمع، 5، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل أو أحد عمل بأكثر ما عمل. متفقون عليه. الله أكبر. وعيتموها؟ وعينها. جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ، ونفع الله بما